إذا إب كل نهار جمعة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بمستمعي الأفاضل، مستمعي إذاعة الحياة فهم القروان للصحة، في برنامجكم المفضل إضاءات. هذا البرنامج الذي يوضي في عدة مجالات، وهو يريد من وراء ذلك منفعة للجميع. في موضوع جديد متجدد بعنوان الثبات على المبدأ وما أدراك من الثبات على المبدأ. والمبدأ مبادئ، ونحن نرى اليوم أن الناس كيف يعني ضيعت عدة مبادئ أساسية في الحياة تقوم عليها الحياة وتقوم عليها علاقتنا بربنا وعلاقتنا ببعضنا البعض وعلاقتنا بالكون. لذلك ارتعينا أن نشتغل على هذا الموضوع في برنامجكم المفضل إضاءات، باستضافة الأستاذين الفضيلين الأستاذ معز سالمي. مرحبا بك سي معز. أهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيك، ربي يبارك لك سيدي، وربي يجزيكم خير وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. يعيشك يعطيك الصحة. كذلك الأستاذ سي الحبيب الطيبي. مرحبا. مرحبا بكم دكتور الأزهر، أستاذ سالمي، مستمعي قناتنا العزيزة الغالية الحياة فعلا. شكرا. كما لا يفوتنا أيضا نرحب بأخونا أحمد مخلوفي في الإخراج والتأثيث، مرحبا بالجميع. أستاذنا الفاضل السي معز سالمي، مرحبا بك. ونحن نتكلم عن هذا الموضوع، يعني موضوع الثبات على المبدأ وما أدراك من يعني المبدأ. في الحقيقة أن الثبات على المبدأ يترجم صاحبه، ونحن لما نتناول هذا الموضوع مثل هذه المواضيع نريد بداية أن نعرف ماهيتها، لأن اللي حاط بالماهية يساعد على التشبث من الموضوع وتطبيقه أكثر فأكثر. فبداية وبطبيعة الحال ببساطة نعطي يعني تعريف لكلمة الثبات ولكلمة المبدأ إن شئتم. تفضل، كلمة لك. شكرا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. هذا من أهم المواضيع، موضوع الثبات على المبدأ. نعم. ثبات على المبدأ إن شئت في الدين أو في الحياة أو في كل مجالات الحياة. نعم. الإنسان يحتاج إلى الثبات على المبدأ، لأن العبرة بالثبات. نعم. قبل ذلك لا بأس أن نعرف كلمة ثبات. نعم. لغة من ثبت، وثبت بمعنى دام واستقر. نعم. استقر شيء أو ثبت. نعم. واصطلاحا ثبت بمعنى التزم منهج الله عز وجل. نعم. التزم المنهج والتزم الطريق السوي. نعم. منها قولنا، منها قراءتنا في كل يوم على الأقل 17 مرة في صلواتنا، اهدنا الصراط المستقيم. نعم. الصراط المستقيم، الثبات على هذا الصراط المستقيم. العبرة ليس أن أسير في على الصراط المستقيم، ولكن العبرة على الثبات. نعم. أو التواصل أو الديمومة، أن أثبت على هذا الصراط المستقيم. طبعا هذا الصراط الذي رسمه الله عز وجل، صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. هذا هو المنهج الذي رسمه الله عز وجل لنا لنثبت عليه. هذا طبعا. نعم. شكرا. شكرا أستاذنا معز، يعطيك الصحة. إذن الثبات هو الاستقرار على حقيقة ما، وأنت ذهبت إلى الصراط المستقيم وهو صراط ربي سبحانه وتعالى وطريق ربي سبحانه وتعالى، وهو الطريق الذي في النهاية يصل بنا إلى رضا ربي سبحانه وتعالى وإلى المنهج الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بانتهاجه في هذا الكون. سي الحبيب الطيبي، أعود إليك. الثبات على المبدأ، أريد أن يعني أن نتكلم ونفصل الحديث في مسألة المبدأ على أساس أنه مبادئ، ليس مبدأ واحد، وإنما هناك مبادئ كثيرة. وكل ربما لما نتكلم يعني يقول لك أنا هذا مبدئي، هذا فمس، هذه حياتي، أرى هكذا فمس. فهل هذا مشروع
يعني لمن يقول هكذا أن يقول هذا مبدأي وهذه حياتي وأفعل ما أريد، أم هناك يعني مبدأ رئيس في الحياة لا بد أن نسير عليه ولا بد أن نقف عنده ولا ربما أنه نغيره ولو بحال من الأحوال؟ الكلمة لك سي الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يجب أن ننظر إلى كلمة مبدأ، مصطلح مبدأ، من منظار أخلاقي قيمي. الأخلاق معيارية ليست علمية، ولكن حتى وبصف أقول المبدأ عادة يحيلنا على ثبات، أي على القيم الثابتة، أي حينما نتحدث عن المبادئ فنحن نتحدث عن القيم، والقيم فيها ما هو ثابت وفيها ما هو متغير. الأصل هو الثابت والفرع هو المتغير، المعمول به اجتماعيا والمعروف لدى الناس أجمعين. المبدأ يعني أنك تكون ثابت على مجموعة من القيم المعلومة والمعروفة والإيجابية، أي أنه آخر الأمر يحيلنا على المنطق القرآني وإنك لعلى خلق عظيم، وأيضا يحيلنا على الحديث النبوي إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. آخر الأمر أنا أفهم المبدأ على أنه الأخلاق التي اتفق الناس على أنها قيم جميلة وأنها قيم إنسانية، وألخصها في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، لأن أصل الدين هو نشر القيم الجميلة وعطف القلوب على المثل على المبادئ التي يميل إليها الناس، التي تمثل أساسا في التواصل الاجتماعي والتعاون والتآزر والتكامل، يعني هي المثل التي تقبلها العقول الراجحة. العقول الراجحة. شكرا سي الحبيب فيما ذهبت إليه. أعود إليك أستاذنا الفاضل سي معاذ السالمي، كنت أستمع إلى الباحث سي الحبيب الطيبي يعني يتكلم عن المبدأ على أساس أن نكون المحافظة على جملة من المثل وعلى جملة من الضوابط والأخلاق والأخلاقيات، التي بطبيعة الحال جملة من الضوابط والأخلاقيات التي تقبلها العقول الراجحات. طيب، بمعنى آخر أن إذا يعني إذا كنت مع ما ذهب إليه، يعني المبدأ هو المحافظة على جملة من الضوابط والأخلاقيات، معنى ذلك أن المبدأ يصنع إنسانا نوعيا، إنسانا فاعلا، إنسانا ذا دربة، إنسان يعرف ماذا يفعل، يعرف ماذا يقول، إنسان ها هنا موجود، ها أنا موجود، إنسان يقوم بمهمته التي أنيطت بعهدته. لو يعني تكلمنا في هذا الموضوع، يعني كيف للمبادئ أن تصنع أناسا فاعلين، أناس يقولون ويفعلون، أناس يفكرون. واضح الكلمة لك سيدي. شكرا شكرا سيدي أستاذي الكريم أستاذي الفاضل أستاذي الأجلاء. حقيقة هذا موضوع جميل جدا ورائق جدا، موضوع تقبله العقول، موضوع الثبات، وهو أن الناظر إلى الإسلام، إلى تاريخ الإسلام، إلى لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا فعل لما كان في مكة، حينما يعني فعل به الكفار قريش ما فعلوا، يعني ضربوه وأدموه وضربوا أصحابه وقتلوا أصحابه وفعلوا فيه كل ما فعلوا، لم يتركوا شيئا لم يفعلوه. ثم ثبت على مبدئه، ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مبدأ الإسلام،
حتى وتستحضرني يستحضرني ذلك الموقف العظيم. دع هذا الموقف سي معز، استجمع قواك واستجمع ما لديك، نخرج حصة مستمعينا الأفاضل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. إذاعات كل نهار جمعة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عدنا والعودة وأحمد مستمعي الأفاضل مستمعي إذاعة الحياة فهم، القيروان للصحة في برنامجكم المفضل إذاعات. أستاذنا الفاضل سي معز سالم، كنت تتحدث عن هذه القدوة وهذه الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الذي يعني فعل ما فعل به وهو ثابت على هذا المبدأ، تواصل الحديث في هذا الفضل. شكرا كلمة لك. حقيقة كان رسول الله ولا يزال هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تأسينا برسول الله في الثبات صلى الله عليه وسلم، لما جاءه كفار قريش صناديد قريش جاءوا إلى عمه قالوا له يا محمد يا أبا طالب، إن ابن أخيك يقول كذا، يسفه آلهتنا ويسب أولادنا وفرق بيننا وبين أولادنا وبين عشيرتنا وقال فينا ما قال، فإذا كان يريد مالا جمعنا له من المال حتى يصبح أثرانا أغنانا، إن كان يريد سلطانا ملكناه علينا، إن كان يريد زواجا زوجناه، إن كان يريد كذا أعطيناه كل كذا. قل له أن يخرج من هذا الموضوع، أن يترك هذا الموضوع، يترك هذا الدين الجديد، هذا الدين الذي يعني فعل فيهم ما فعل. لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليقيم ثورة، ثورة على مستوى العقل أولا، وثورة على مستوى القيم كما تفضل الأستاذ الفاضل. ثورة على مستوى القيم جاء بها الدين الإسلام. فلما أتاه عمه أبو طالب قال له ما ذكره صناديد قريش، فماذا قال؟ والموقف معروف، والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته إلا أن يظهره الله أو أهلك دونه. هذا الثبات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا أن العبرة، أن الفكرة لابد لها من ثبات، لابد إن أردنا أن نبني دولة، أن نبني مجتمعا، أن نبني شيئا جميلا، فكرة جميلة، لابد لها من الثبات. والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني، هذا يعني استحضار لما يمكن أن يكون، لما يمكن أن يكون من صعوبات، ومع ذلك ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور بشرا واحدا يريد أن يغير الكون كله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغيره بماذا؟ بفكرة جديدة، ولكن كذلك بالثبات على تلك الفكرة. نعم شكرا أستاذنا الفاضل فيما ذهبت إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، ورب سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ونحن ومستمعون يرجون نرجو كلنا الله واليوم الآخر، فرسول صلى الله عليه وسلم قدوة. الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بطبيعة الحال هذا القدوة، هذا الأسوة، هو يمثل الثبات على المبدأ، ولكن هذا الثبات على المبدأ يستمده الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه، لأنه يحمل دينا جديدا، وهذا الدين بالنسبة إليه مسؤولية لابد أن ينشرها كان ما كان، ولذلك كان محافظا على هذا العهد. إذن فهذا العهد والمحافظة عليه تحول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثبات على المبدأ، مبدأ يعني بينه وبين الله. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمد قوته في الثبات على المبدأ من ربه سبحانه وتعالى، ولما نستمد القوة من الله سبحانه وتعالى لا يمكن بحال من الأحوال أن نخزى، لا يمكن بحال من الأحوال أن نفشل، لا يمكن بحال من الأحوال أن نضعف، لا يمكن بحال من الأحوال أن نتأخر، لا يمكن أن نستمد القوة من القوية، وبذلك يكون الثبات. سي الحبيب الطيبي، أعود إليك في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والثبات على هذا العهد الذي بيننا وبين الله، هناك عهد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ورب سبحانه وتعالى يقول في هذا الإطار بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن فهذا العهد نثبت عليه ولا يمكن أن نبدله مع الله سبحانه وتعالى. كيف نرى هذا العهد اليوم؟ العهد رأوا في مع الله سبحانه وتعالى في مستوى حفظ الأمانة، الأمانة والأمانة أمانات، أمانة الكلمة، أمانة الفعل، أمانة السلوك، أمانة المعاملات. فنريد أن نبين لمستمعينا أننا نرى يعني عن عهد بيننا وبين الله يجب أن نحافظ عليه. تفضل الكلمة لك سيدي الحبيب. هم وعهدهم راعون. نعم. الأمانة عادة ما تفهم بطريقة مبسطة، والعهد عادة ما ينظر إليه بنظرة متعجلة سريعة وقاصرة، كأنني عهدت فلانا على أن أعطيه شيئا أو أن أكرمه أو أن أهديه هدية، ذاك هو العهد. يختزل العهد في مفاهيم شعبية أقول تشوهه وربما تسيء إليه. يا ناس، العهد هو علاقتك بربي سبحانه وتعالى. يا ناس، العهد هو وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. الغفران راه لا يأتي إلا بالطاعة المطلقة. أراه ربي سبحانه وتعالى وقت اللي يقول افعلوا يجب أن نفعل، وقت يقول انتهوا يجب أن ننتهي، وقت اللي يقول اتقوا يجب أن نتقي، وقت يقول لابد من خشيتي يجب أن نخشاه. دائما نحن نتحدث في هذا المنبر وفي كل منابر عن عقيدة مهمة، على المسلم أن يحفظها عن ظهر قلب. ما هي العقيدة؟ هي دائما وأبدا يجب أن نستحضر عقيدة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. البشر سبحانه وتعالى، البشر سبحانه ربي سبحانه خلقه ضعيفا. تصوروا أنتم، هل يستطيع التلميذ أن يتجاوز وأن يفكر في الغش في الامتحان والأستاذ بين يديه؟ ثوروا، هل أنا سارق ورجل الأمن أمام المقر اللي المقصود منه أو المستهدف بالسرقة ينجم يسرقه؟ هل أنه اللي يسوق في سيارة ورجل الأمن موجود قدامه يحرق ستوب؟ لا. إذا أنت تخاف من البشر وترى البشر قدامك يراقب فيك، ما تخافش من رب العالمين اللي هو معاك؟ هيك هو الفرق في الثبات على العهد بين من له عهد، أي له صلة، له علاقة إيمانية وتيدة وقوية بالله سبحانه وتعالى، ومن لا صلة له بهذا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهيك عليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال بناء المنافق، آية المنافق ثلاث من جملة إذا حدث كذب. نعم. عليش يكذب هو؟ خلينا نفهموا عليش يكذب. هو يكذب لأنه ما يعتقدش اللي ربي معاه، هو لا يؤمن اللي ربي يرى فيه يشوف فيه، لا يؤمن اللي ثم ملائكة تسجل عليه، لا يؤمن اللي سنهار من نهارات سيؤتى كتابه إما عن يمينه ولا عن شماله، لا يؤمن بهذا. هو عنده مصلحة أنية ذاتية يقضاها، دبر راسه، حصل غيره، عداه عليه، والحمد لله. هذا كهو كهو. سي الحبيب، شكرا فيما ذهبت إليه من توضيح للعلاقة بين العهد مع الله وما يمكن أن يطرأ على هذه العلاقة من إيجابيات وسلبيات للاستحضار قبل الإلهية والمحافظة على هذا العهد. إن حافظنا عليه سيكون السلوك إيجابيا، وإن لم نحافظ على هذا العهد بيننا وبين الله بطبيعة الحال ستكون السلوكات مغايرة تماما لما هو إيجابي، وستسير في مسار سلبي. مستمعينا الأفاضل، نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الأفاضل، مستمعي إذاعة الحياة أفهم الخيران والصحة في برنامجكم المفضل إضاءات، عدنا والعودة وأحمد. أستاذ الفاضل سي معز سيل، ماذا يترتب على المحافظة على المبدأ في المجتمع؟ ماذا المحافظة على المبدأ يعني لابد منها، ليس كذلك؟ ماذا يترتب عنه إذا حفظنا عليه في مستوى المجتمع؟ وإذا يعني ضيعنا المحافظة على المبدأ أيضا، ماذا ينجر عنه في المجتمع؟ في هذا الإطار لك الكلمة، تفضل. شكرا، بارك الله فيك. المحافظة على المبدأ، أولا المبدأ مبدأان، نعم، محافظة وثبات على المبدأ مع الله، وثبات على المبدأ مع البشر. نعم. إذا العبادة لها وجهان، نعم، وجه مع الله ووجه مع البشر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. أقيموا الصلاة علاقتك مع ربك، وآتوا الزكاة علاقتك مع البشر، وهذان الوجهان لا ينفصلان أبدا. نعم. بل هما مرتبطان، لا تقبل الطاعة الأولى إلا بالطاعة الثانية. نعم. لذلك الثبات على المبدأ لابد أن يكون ثباتا مع الله وثبات مع الناس. نعم. في معاملاتنا مع بعض، أكثر الناس قد يثبت مع الله وقد لا يثبت مع الناس. قد يثبت مع الله ربما في صلاته، ربما قد يثبت مع الله، تجده ربما يحافظ على صلواته، يحافظ على صيامه، يحافظ على طاعته بينه وبين ربه. فإذا ما انقلب الأمر مع البشر، ربما يدخل هنا جانب النفس وجانب الشيطان. وأعوذ بالله بين ظفرين، ثم مسألة ذكرتها، هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ما قالش دينه وقف على الخلق، لأن حقك الجانب الاجتماعي. واصل الكلمة لك. إذن قلنا أن الإنسان لابد أن يثبت على مبدئه مع الله اللي هو العهد. نعم. العهد اللي أخذناه علينا الله عز وجل، وكذلك يثبت على في علاقته مع الناس، فلا يروغ روغان الثعالب. نعم. لا يزيغ، بمعنى إذا شي يحب منك الإسلام، إذا تتكلم تكون صادق. نعم. الإسلام يريدك أن تكون صادقا. الإسلام يريدك إذا وعدت أن لا تخلف. نعم. لا تخلفش وعدك. نعم. الإسلام يحبك كي تتكلم تكون صادق. نعم. أي كلمة تقولها تكون في مستوى تلك الكلمة. نعم. هذا هو الثبات. إذا أردت أن تتكلم بشيء، افعل منه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هو الأول المبادر بالفعل. نعم. لذلك تعلموا منه الثبات، وتعلموا منه الثبات على المبدأ. أنا تستحضرني قصة، لست أدري هل الوقت يسمح لذلك، قصص عديدة ومتعددة. نعم. عبد الله بن حذافة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. نعم. في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، لما خرجوا في قتال ضد الروم. نعم. فآسره ملك الروم، هرقل ملك الروم، فأراد أن ينكل بعبد الله بن حذافة، وهذه قصة عظيمة جدا لابد أن يدرسها أولادنا، أولادنا يقروها في المدارس ونكلموا بها الناس، لأنه هذا الثبات حقيقة. منين أخذها؟ أخذها من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لما أسره هرقل أراد أن يعني يرغمه على الخروج من الدين، اسمع ماذا قال له. قال له يا عبد الله، يا ابن حذافة، تنصر ولك نصف ملكي. ماذا قال عبد الله بن حذافة؟ قال والله لو أعطيتني ملك الدنيا كلها ما عدت على دين محمد، ما تراجعت قيد أنملة على دين محمد. هذا ثبات. ثم ماذا؟ أراد أن يعذبه، قال إذن أعذبك. قال افعل ما تفعل، إنما تعذب أجسادا بالية، الأجساد هذه ذاهبة إلى بطبعها ذاهبة إلى القبر. فماذا فعل هرقل؟ أراد أن ينكل بعبد الله بن أبي حذافة. قال لهم اصلبوه، وضعوا خشبة وراءه، وأتى بالرماة الذين يرمون النبال والسهام. نعم. نعم. وقال اضربوه على يديه وساقيه ولا تقتلوه، وهو مصلوب، تصور. نعم. نعم. يعني قائد جيش، لماذا؟ يريد أن ينكل به. فكان كلما ضرب على شيء من على يديه أو على ساقيه لم تسمع إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أنزلوه، قال جوعوه، قال جوعوه وأدخلوه في زنزانة، وأدخلوا معه لحم الخنزير والخمر. فجوعوه 3 أيام، فكان جائعا، ووضعوا أمامه الطعام وأغلقوا الباب، ثم عادوا إليه في المساء فوجدوا الطعام كما هو. قال له هرقل، لماذا لم تأكل؟ أليس في دينكم فسحة؟ قال والله كنت أستطيع أن آكل وأعلم أن الله غفور رحيم، غير أنني ما أردت أن أشمتك في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثبات. قال
ايتوه بعذاب آخر، جاءه بامرأة بغية وأدخلها معه وقالت هيت لك، تبرجت له وتزينت وقالت هيت لك وأرادت أن تمارس الفاحشة معه، فماذا؟ فكانت كلما اقتربت منه لم تسمع إلا كلمة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، درس في الثبات. فخرجت المرأة وذهبت إلى سيدها إلى هرقل لتطلو عليه التقرير، وخلا بها وقرأ التقرير، قالت يا سيدي لست أدري أوضعتني مع بشر أم مع حجر، كلما لمسته لم أسمع إلا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الأخير قال له إذن سأعذبك عذابا آخر، جاء بقدر مملوء بالماء ويغلي وقال سأرميك فيه، وأخذه الجنود ليرموه في هذا القدر الذي يغلي، طبعا الإنسان سيموت، نعم. هو عارف أنه سيموت. إذن وهو في الطريق إلى القدر بكى، نزلت الدموع، فنظروا إليه وقالوا يا سيدنا إنه يبكي. قال أعيدوه لعله تراجع على دين محمد، وهذا يعتبر بالنسبة لي فوز هرقل، نعم. أن يتراجع قائد الإسلام فيتراجع معه أصحابه. قال أعيدوه، فأعدوه أرجعوه إلى هرقل. قال لماذا تبكي؟ أبكيت خوفا من الموت؟ قال والله ما بكيت خوفا من الموت، وما بكيت دنيا لا تساوي شيئا، إنما بكيت شيئا واحدا. قال ما هو؟ قال أنه لم تكن توددت أنه لو كانت لي 100 روح تخرج كلها في سبيل دين محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الثبات، هذا الثبات العظيم من أين تعلمه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا سي معز، يعني في يعني ذكر هذه القصة وما فيها من عبرة، يعني ننظر كيف يعني الثبات على المبدأ ماذا يعني يصنع بصاحبه، يعني جعل منه قوة لا تهاب يعني الأقوياء، هذه القوة يعني قوة في القلب، قوة إيمانية، هذه القوة التي فعلا أنه يعني ربى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهؤلاء هم الذين تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى مثل يعني النماذج من هؤلاء الذين يثبتون على أفعالهم، على أقوالهم مع الله سبحانه وتعالى، مع نفسه، أن يكون يعني ثابت مع نفسه، ثابت مع الله سبحانه وتعالى، ثابت مع الناس، ثابت مع الكون. فنحن يعني في هذه الحياة نتحمل مسؤوليات، وربي سبحانه وتعالى في أوائل سورة الصف يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ويخاطب الذين آمنوا، يعني يخاطبنا يعني. ولذلك نحذر ونحاول أن نراجع أنفسنا في الثبات على المبدأ في علاقتنا مع ربي سبحانه وتعالى وفي علاقتنا مع بعضنا البعض. شنو معنى تأخذ فلوس الناس وأنك ما ترجعش؟ إيش معناتها أنك يعني تخون؟ إيش تخون الأمانات؟ إيش معناتها أنك في الإدارة أنت مسؤول على أمر ما في الإدارة، واحد أنك تعذب الناس ببرا أرجع غدوة، برا يجي الشهر الجاي معنا كذا، مش موجود في الإدارة، يعني نمشيو أكثر من ذلك. إيش معناتها أنك تدرس عندك ساعتين، تدرس ساعة وتخرج، فهمت الساعة الثانية ما تقريهاش واحد، إيش معناتها؟ مش هي أمانة ذيك؟ مش أمانة تلمذتنا ذكوم ووليداتنا؟ مش أمانة؟ إيش معناتها إنك ما تلهاش بولادك، تربيهم على الإسلام، تربيهم على الأخلاق الفاضلة، تربيهم على الثبات على المبدأ؟ إيش معناتها إنك ما تلهاش بزوجتك؟ إيش معناتها إني في القهوة يعني القهوة معبية واحد؟ فيني المحافظة على يعني الثبات والمحافظة على المبادئ؟ نحن ما أحوجنا اليوم إلى مراجعة كل سلوكاتنا وكل أقوالنا وكل أفعالنا مع الله، مع أنفسنا، مع بعضنا البعض. كلمة لك يا سي الحبيب، ونحن بطبيعة الحال في ختام الحصة تفضل. نحب نثمن ما قيل، وأريد أن أبني على الشاهد والقصة الجميلة التي استدعاها أستاذنا سي سالمي، ذات دلالة كبيرة وعظيمة. نحب أن نبسط الأمور إلى الحد أنه سنكتفي بذكر مجموعة من العادات والتقاليد والأمثلة الشعبية واليومية. الأمثلة ليس معنى ليس قول معنى البروفيرب، لا ما يجري في الواقع، نعم. منهم احنا نقول مؤمنين، احنا نصلي، احنا نصوم رمضان، احنا نحج
احنا نعتمروا حتى اللي يعمل عمره اول ولا عيطوا له يا حاج. احنا حنجول قدام الناس وهيك بربي خود هذي برا عاون روحك في الاخر بالكل. هذا كله راه هو محل سؤال. المسلم اليوم في واقعنا اليوم هل علاقته الإيمانية بالله سبحانه وتعالى هي علاقة مكتملة أم هي علاقة تشوبها شائبة؟ نشوف اليوم أخلاق المسلمين، أخلاق التوانسة، هل هي أخلاق تنطبق عليها قول ربي سبحانه وتعالى وقالوا سمعنا وأطعنا، أم هي تنطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى وقالوا سمعنا وعصينا؟ اليوم مرات تطرح السؤال تقول هناك الكثيرون من أهالينا يبيحون لأنفسهم أشياء كثيرة، يسمح لنفسه ما يخدمش خدمته كاملة. إذا عرفوا مش موجود يسمح لنفسه إما أنه يقعد ويرتاح ويبذل جهده، خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كعت الأجيرة أجره وقتاش قبل أن يجف عرقه. وينه العرق؟ وينه بذل الجهد؟ أنت مش عندك عهد بينك وبين ربي سبحانه وتعالى أنك متكك الحلى؟ مش عندك عهد مع رب العزة سبحانه وتعالى اللي أنت الحلال ديدنك والحرام هو اللي بيش يلزمك تبعد عليه وتتجنبه؟ اليوم شوف روحك، أنت اليوم كان في الخدمة يطش بنسبة كبيرة، كان بناءات الدولة خليني نحكي على الجانب هذايا المعارضة هي الأخرى لضعف الرقابة ولعدم الخوف من رب العزة ولعدم اكتمال الإيمان ولغلبة النفس الأمارة بالسوء على البشر. البناءات هذه اللي هي ملك المواطن التونسي، اللي هي إرث عظيم للشعب التونسي، هي في حد ذاتها مستهدفة. علاش مستهدفة؟ لأنه الناس ينطبق عليهم يحبون المال حبا جما، ولكن أيضا ينطبق عليهم هذوك الناس اللي يكدسوا في الكنوز. ولكن ديما نقولوا راي الكنوز هذه بالمفهوم الشرعي بالمفهوم الديني إذا ما هيش مزكية، يعني أنك جمعتها بحلال وأنك أعطيت حق السائل والمحروم والمسكين واللي حددهم ربي سبحانه وتعالى اللي هم من حقهم يتمتعوا بك المال ذاك اللي بيشتهر به مالك، بيشتهر به باش يزكي به على رزقك. راهو لان ديما نطرح السؤال ديما نعاود ونرجع مزيد، هل انت اخترت لنفسك ثنية المؤمنين وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، وإلا أنت اخترت نفسك ثنية أخرى وقالوا سمعنا وعصينا؟ وذوما عادة ربي سبحانه وتعالى ديما ثم قصة جميلة بشي أنا بإيجاز مش باش نحكي على القصة أنا، لأن القرآن هو في ذاته دائما أبدا يحدثنا على الأمم السابقة، ولكن يحدثنا على الأمم اللي نكثوا العهد بينهم وبين رب العزة من خلال العداء الصريح والمباشر الأنبياءهم، الأنبياء ربي سبحانه وتعالى اللي بعثهم ليلهم. الخاتمة بتاعهم مش نية معناه كعجازي نخل خاوية. شكرا سي الحبيب، فهل ترى لهم من باقية؟ سي الحبيب الله غالب راه الزمن ماك تعرف اللي مؤدل الحصر والزمن أنا أعرف وأنا كسيدنا فهمت الزمن اللي مؤدل الحصر انتهى وأشرف على النهاية. اللي بقى لنا يعني اللي يمكن نقولوه لمستمعينا الأفاضل راهو المحافظة على المبدأ مش تجي من فراغ،
فهمت، وانما لابد لها يعني من عزيمه، والعزيمه هذه بطبيعه الحال تستمد من قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، تستمد من علاقتنا بربي سبحانه وتعالى، تستمد من ممارسه جمله من الضوابط والاخلاقيات. يعني لابد ان نمارس اشياء، يعني هذه الاشياء يعني تقوي فينا هذه العزيمه، وهذه العزيمه بالاساس انه نلتزم بحدود ربي سبحانه وتعالى، تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذا حرام نبعد عليه، هذا حلال انا نمشي له وكهو. هو حتى المصطلح سي معز معايا انت والا لا، حتى في المصطلح حرام الشفتين يتحلوا، عفوا حرام الشفتين يتسكروا، حرام ابعد، حرام ابعد، شوف حلال تو، حلال الشفتين يتحل وادخل ادخل لها. اذا الله غالب الزمن هذا هو، فهمت؟ ما نعرفش عندك، كان عندك شي كلمه سي معز باختصار اخير؟ نعم نعم، وهو ان الله جعل لكل شيء سببا. نعم، احنا كي نحبوا الرزق ربي يجعل لنا اسباب للرزق. نعم، كي نحبوا الثبات ربي يجعل لنا اسباب للثبات. من أراد أن يثبت فعليه أن يتخذ الأسباب. ما هي الأسباب بعجالة؟ نعم. السبب الأول هو أن أولا الثبات من الله، يثبت نعم. الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا نطلب منه كله من الله، نطلب منه، نطلب منه. ثانيا أن يقرأ القرآن. نعم. لأن القرآن يثبت، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نعم. فمن قرأ القرآن ثبته الله في الدنيا وفي الآخرة. نعم. من قرأ القرآن ثبته الله بينه وبين ربه وبينه وبين العبد. نعم. ثالثا الإكثار من عمل الخير يثبت. نعم. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نعم. نعم. رابعا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. النبي نعم. صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. قال أنس أو تخاف علينا يا رسول الله، تخاف علينا أن ما نثبتوش؟ قال نعم، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بدنياه. نسأل الله أن يجعلنا من الثابتين، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نزيدك حاجة أخرى، الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم أيضا هي تثبت على المبدأ وتثبت القلوب. مستمعينا الأفاضل، مستمعي ذات الحياة اف ام، الشكر يعني لكم جميعا على استماعكم لهذا البرنامج، كذلك الشكر موصول لأستاذنا سي معز السالمي، وكذلك أستاذنا الفاضل سي الحبيب الطيبي، كذلك الشكر موصول إلى أخينا أحمد مخلوفي في التأثير والإخراج، مع إلى اللقاء، مع تحيات الدكتور رزهر بن علي البريكي، شكرا. إذاعة كل نهار جمعة على الحياة فهمت.